بعد تداول فيديو لطيار أوكراني يظهر إسقاطه 6 طائرات روسية في اليوم الأول من القتال ليلقب بشبح كييف، كشفت بعض المصادر أن الأمر غير صحيح. فما صحة المعلومات حول قائد الطائرة ميغ-29 الذي تحول إلى بطل شعبي في حرب لاقت اهتماماً بالغاً في جميع أنحاء العالم؟ فقد نشر الحساب الرسمي للحكومة الأوكرانية على تويتر مقطع الفيديو للطيار وأرفقته بتعليق يطلق عليه الناس لقب شبح كييف، إنهم محقون في ذلك، تهيمن طائرته هذه على سماء عاصمتنا وبلدنا، وقد أصبحت بالفعل كابوساً للطائرات الروسية. في حين كشفت صحيفة ديلي ميل أن الحكومة الأوكرانية استغلت إشاعات لا أساس لها من الصحة من خلال مشاركة فيديو دعائي يحتوي على لقطات من لعبة فيديو ادعت أنها للطيار. ومن بين المقاطع التي نشرت، أكدت خدمة تقصي الحقيقة لوكالة أنباء رويترز أن أحد الفيديوهات حصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة، هو في الحقيقة مقطع من لعبة فيديو باسم ديجيتال كومبات سيميوليتر. بين الحقيقة والضلال، ما صحة الخبر حول شبح كييف؟